اللبنانية قصدوا هالصيف مدن الاستياف أكثر من المسابح، فكانت نسبة إشغال فنادق قرى الاستياف أفضل من الساحل. وبحسب الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق بلبنان وديع كنعان، سجلت أغلب مدن وقرى الاستياف مثل إهدن وبرمينة وزحلة زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي، واعتمدت على السائح اللبناني بالدرجة الأولى بنسبة فاقت 70%. أما بحمدون فكانت زيادتها لافتة جدا بنسبة 300% وبزيادة أسعار 25% عن العام الماضي، واعتمدت بشكل أساسي على السائح الكويتي ثم السعودي فالإماراتي.